مشاركة في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج حبيب العيال. كلمنا في حلقات سابقة عن مشاكل تخص الأطفال بداية من طفل حديث الولادة وحتى طفل عمره 7 و8 و9 و10 سنين كمان. النهاردة هنتكلم عن واحدة من المشكلات اللي بتواجه الكثير من الأسر. يكون عندهم طفل، الطفل ده بيعاني من مشكلة التبول اللا إرادي. طبعا مشكلة بتؤثر نفسيا مش بس على الطفل، وممكن تسبب له مشاكل لثقته بنفسه ومشاكل في التعامل مع الأطفال حتى لما يكبر بعد كده، ولكن هي بتؤرق وبتؤلم الأسرة اللي عندها طفل، لأنه ده بيكون عبء على الأسرة بشكل كبير. ما هي الأسباب؟ ما هي طرق العلاج؟ كيف نكتشف ونشخص هذه المشكلة مبكرا؟ الإجراء الصحيح لعلاج هذه المشكلة سواء عضويا أو نفسيا، ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفي العزيز المتألق دائما وأبدا الدكتور أحمد سلام محمد، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتور خالد، أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير، كل سنة وانت طيب، وكل سنة والمشاهدين في كل مكان طيبين وبألف خير وبصحة وسعادة. النهاردة بنتكلم يا دكتور أحمد عن المشكلة اللي زي ما قلت كده لما بتكون موجودة في أسرة بتضايق الأسرة كلها، الكبير والصغير. تمام. مشكلة التبول الإرادي. في البداية يعني إذا أحببنا تعريف هذه المشكلة أو مصطلح التبول الإرادي نقول إيه؟ قبل ما نبدأ بعد إذنك دكتور خالد في الحلقة، أنا بقول للسادة المشاهدين فعلا كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. احنا حاولنا يا جماعه ان احنا نختار الموضوع ده لان الموضوع ده بنسميه موضوع عويص، يعني شديد كبير، مسبب حيره ومسبب قلق. الام مش عارفه تعمل ايه والاب مش عارف يعمل ايه، يتجه لمين؟ هل دكتور اطفال؟ هل دكتور مخ واعصاب؟ طب يعمل ايه بالظبط؟ نفسي يروح فين بالظبط؟ ما يعرفش. فمش عارف ايه المحور انه يتحرك هنا ولا هنا ولا طريق هنا، النقطه بتاعته مش عارف يتجه فين. فعشان كده احنا حبينا ان احنا مع بعض بنتكلم بطريقه سلسه وبسيطه عن موضوع التبول اللا ارادي. اول حاجه يعني ايه التبول لا ارادي؟ كلمه تبول لا ارادي، كلمه لا ارادي يعني الطفل مش قادر لا اراديا، يعني غصبا عنه يتحكم ويسيطر على نفسه. الكلمه دي مهمه؟ طبعا مهمه يا دكتور خالد، لان لما اقول لا اراديا انا مش قادر يتحكم بنفسه، يبقى انا ما اخدش خطوه الضرب على هذا الطفل. يعني انا لا اراديا يعني الطفل مش قادر، ما يوجد شيء فيسيولوجي يمنعه عن التحكم في العملية الفسيولوجية الطبيعية، هي عملية التبول. التبول كويس بالظبط كده. فهي عبارة عن عدم قدرة الطفل على ان هو يتبول سواء نهارا او ليلا. تمام. نتيجة ايه؟ نتيجة هنتكلم عليها، بس دي بتبقى عملية فسيولوجية زي ما حضرتك قلت، بتبقى اشارة من المخ، بتنزل اشارة نقل العصبية لعضلة المثانة بتقول يعمل تبول او لا. فالطفل ده في الوضع ده بيتبول او مش قادر يتحكم في نفسه، ليس لديه القدرة على التحكم في اخراج البول. بالظبط كويس كده. فبيحصل اللي يتحكم في نزول البول، في نزول الكمية البول. الكمية كمان بالظبط. يعني لم ببساطة شديدة طفل يقول انا مزنوق عايز ادخل الحمام. تمام. وكلمة انا مزنوق عايز ادخل الحمام دي ما بيلحقش بالزبط يقولها، فهو ما عندوش القدرة على التحكم في عملية نزول البول، ما بيقدرش يسيطر على ده. تمام. عشان كده اطلق عليها التبول اللا ارادي. طيب النهارده يا دكتور احمد، في الغالب اي مرض او اي مشكلة عضوية في كثير من الاحيان، واتفقنا على ده قبل كده، انه بيبقى فيه انذار يقول لك انه احتمالية ان الطفل ده يبقى عنده هذه المشكلة 1 2 3 4. ما هو الإنذار اللي لما الأم أو الأب يلاحظوه ممكن يتنبؤوا بأنه الطفل ده في بداية مشكلة التبول اللا إرادي؟ احنا هندخل في موضوعين الوقت مهمين جدا عشان نبقى مع السادة المشاهدين. أول حاجة، أنتوا تطمنوا إمتى أو تتحركوا إمتى للطفل في سنه قد إيه يتحرك؟ نتحرك ونبدأ. الطفل المفروض إن أنا أبدأ أتحرك في موضوع التبول لا إرادي لما يكون الطفل بلغ 6 ل7 سنين. كويس. ابدا اتحرك. من قبل كده، قبل 6 سنين، الطفل غير قادر على التحكم في البول فسيولوجيا يعني طبيعيا. انا لو لقيت الطفل ده الاكتيفيتي النشاط بتاعه فيه مشكله، فيه شويه مشاكل اجتماعيه او مشاكل وراثيه،
مشاكل اجتماعيه او مشاكل وراثيه، دي نقطه لازم تحط في بالها ان ممكن يحصل لطفل تبول لا اراده. يعني قد تكون الاسباب الاجتماعيه والاسريه ومشاكل الاسره ما بين الزوج وزوجته او المشاكل الاسريه في البيت بشكل عام عامه تمام تؤدي نفسيا لحدوث مشكله التبول الارادي. بالظبط كده. كويس. فاحنا قلنا يا دكتور خالد اول حاجه يا جماعه ان عند سن 6 لـ7 سنين تبدا لو الطفل ده مش قادر يتحكم في كميه البول اللي هو سواء نهارا او ليلا، واحنا هنركز على ليلا اكتر، هنبدا نتحرك ونشوف ايه الوضع، يبقى من 6 لـ7 سنين. برضك الابحاث الجديده قالت ان 90% من اسباب التبول اللا ارادي اسباب فسيولوجيه ونفسيه. وديت تحطنا في ما بين قوسين ان اكتر الناس يا دكتور خالد، ودي المشكله اللي ماشيه الايام دي، وده اللي خلاني اصمم اعمل الحلقه دي على التبول اللا ارادي، اكتر الناس بيجي لهم فزع وتوتر وقلق وحيره بسبب موضوع التبول اللا ارادي، فبيتجهوا مباشره الى تخصص المخ واعصاب. يا مخ واعصاب يا نفسي يا جراحه. انا قلت يا دكتور خالد ان الموضوع ما بين دكتور الاطفال اولا ثم دكتور المخ واعصاب. ليه؟ لان انا دايما عندي حاجه مبدئي التخصص ثم التخصص. اكيد انا بحب التخصص جدا كل واحد في الفرع بتاعه، لان ده مهم جدا بيفيد الناس. تمام. التبول اللا ارادي لو جينا نبدا عليه بنقول ان هو عباره عن نوعين. نوعين اللي هو بنسميه الانيوريزيس. الانيوريزيس عامه سواء نهارا او ليلا نوعين. النوع الاولاني اللي هو ايه؟ ان يكون الطفل ده، نيجي نسال الام، اول لما تيجي الام جايه ليا ست الكل تقول لي انا جاي يا دكتور شوف لي حل الواد ده في ايه، مش قادر يسيطر على نفسه، في بيعملها على نفسه كتير، بيعملها على نفسه، هي ده المصطلح، بالمصطلح المشهور بيعملها على نفسه، بيعملها على نفسه صبح وظهر وعصر مغرب. طب اقول لها يا ست الكل، هو بيعملها على نفسه دي من اول ما اتولد لحد الان مش قادر يسيطر، ولا سيطر يتحكم في نفسه؟ تقول لي لا، ده من ساعه ما اتولد، من ساعه ما اتولد لحد الان، يعني غير مستحدث. بالظبط. يعني هو من بدايته أولية من بدايته بيعمل عنده مشكله التبول اللا ارادي. بالظبط. دي بنسميه تبول لا ارادي اولي، يعني هو السبب الرئيسي. النوع الثاني ان تيجي تقول لك، اقول لها طيب، تقول لك لا ده هو الواد ده كان عنده 6 سنين وعنده الوقت 12 سنه. لكن في ممكن 12 سنه يحصل له تبول لا ارادي وعامل توتر لبعض الناس. جميل. تيجي يقول لك، تقول لك ايه ده عنده 7 سنين الواد ده بدا يتحكم في البول، وكنا وكله تمام وكويس، جه على سن 9 سنين او 10 سنين فوجئنا ان الواد ده مش قادر يسيطر على البول. كويس. ده اسمه تبول لا ارادي ايه؟ ثانوي. هل النوعين دول اللي احنا قسمناهم الجزئين دول مهمين؟ طبعا. الاولي والثانوي. بالظبط. طيب اذا خدنا الاولي على جنب كده. بالظبط. وحبينا نتكلم عنه شويه وبعدين رحنا للثانوي استكمالا للجزء الاولي. تمام. النوعين احنا قسمناهم زي ما حضرتك قلت عشان نقسم لاولي وثانوي عشان نعرف الاسباب، اوليه لها اسباب ثانيه ودي مختلفه. الاسباب الاولانيه بالنسبه للتبول اللا ارادي الاول، وعشان الساده المشاهدين يكونوا معانا، كلمه اولي يعني الطفل ده مش قادر يسيطر على البول منذ الولاده حتى عمره. تمام. السبب الاولاني وهو المشهور جدا قلناها، المشاكل الاجتماعيه والنفسيه، وليس المقصود ان مشاكل اجتماعيه ونفسيه في البيت فقط. في البيت مثلا زي مشاكل ما بين الام والاب، او جاب طفل، جايبين بيبي جديد، مشاكل الاخوات، جابوا بيبي جديد وفي غيره من البيبي ده، مهتمين طبعا بالطفل الحديث الولاده الجديد. أيوة. مؤقت. ففي غيره، فبالتالي مش قادر يسيطر. كويس. مشكله ثانيه. لا طب لحظه هنا، اتفضل. يعني وده يحطنا تحت، نحط خط احمر كده على فكره، هل من الممكن انه طفل جديد يكون سبب في الطفل القديم او الطفل الاكبر انه يحصل له مشكله التبول لا ارادي؟ طبعا. احنا نعرف الغيره ما بين الطفل الجديد ويضرب اخوه مش عارف ايه. ده ما هو متعارف عليه. تمام. يعني من دكتور احمد وعلى مسؤوليه دكتور احمد ومن ملاحظات دكتور احمد ومن خبره دكتور احمد. تمام. يعني قد يكون الطفل الجديد يخلي الطفل الاكبر سنا يحصل له تبول لا ارادي. بالظبط. ويبقى تبول لا ارادي اولي. ده كويس. كمان ده نسبه اساسيه. بيكون في مشكله ان مثلا في طفل بيبي جديد، فالطفل الكبير عنده غيره، يعني طبعا كان كله
بيحبه، كله بيهتموا بيه بيحتويه. دلوقتي مفيش حد مثلا غصب عنهم بيحصل حاجه اسمها ايتونوميك، يعني حاجه لان دي تبع الجهاز العصبي المركزي، ايتونوميك نيرفس سيستم، حاجه لا اراديه بسايكولوجيكال نفسيا بيحصل اشارات للمثانه مش قادر يسيطر على نفسه نتيجه نفسيه. كويس. ممكن بقى حاجه تانية في المدرسه، ودي مشكله بقى. ايوه المدرسه، عشان كده بقول لكل اب لكل ام لو ابنك عنده مشكله تبول لا ارادي يا ريت ما اقولكيش تحل مشكله اجتماعيه في البيت بس او ما تحتويهوش في البيت بس، لا شوفي وضعه في الدروس، شوفي وضعه في المدرسه، وضعه ايه مع زمايله، إيه عنده عزله وتوحد ولا لا، العيال مثلا بيتريقوا عليه ولا لا، العيال بيضربوه ولا لا، الحاجات الاساسيه دي مهمه جدا في موضوع التبول لا ارادي. كويس. مشكله يبقى مشكله في المدرسه. يعني التنمر من الاطفال لبعضهم البعض قد يسبب انه الطفل يتبول على نفسه. يتبول على نفسه بالزبط. نظرا لاختلال بعض الاشارات العصبيه الموجوده في المخ، فالموضوع ما بقاش نفسي بس، موضوع نفسيا يؤدي الى مشاكل عضويه ولا اراديه. ولا اراديه. تمام. ليس لدى الشخص او الطفل القدره على السيطره عليها بتاتا اطلاقا مطلقا. تمام بالظبط كده. تمام. السبب الثاني وده طبعا مشهور جدا، موضوع ان التغذيه السيئه. ازاي؟ احنا قلنا عليها قبل كده، اتكلمنا عن التغذيه السيئه. لكن ما تحدثناش عن تاثيره. التغذيه الغير جيده او التغذيه الخاطئه قد تكون سبب في اصابه الطفل الطبيعي بمشكله التبول اللا ارادي. اللا ارادي الاولي. الاولي. ازاي؟ قال لك ان اي الماده اللي اسمها ميثايل جزانسين، ميثايل جزانسين دي الماده اللي موجوده مثلا في الشاي والقهوه والشوكولاته وهكذا والكولا والمياه الغازيه، دي ماده بنسميها مضر للبول، مضر بالدال يعني بتخلي نسبه البول كتير ومش قادر يضحك، فدي من ضمن المواد اللي هي بتبقى اضرار للبول. فالتغذيه السيئه واعتماد على المواد الحافظه والشوكولاته والشاي والقهوه والمنبهات دي بتعمل تبول لا ارادي. كويس. ما تجيش طفل مثلا عند 5 سنين وبيشرب شاي كتير وبيشرب قهوه مثلا، لا بابا بيشرب قهوه فبابا اداله معاه، وتيجي تقول لي ابني عنده تبول لا ارادي. كويس. طب ما تصلح المشكله دي الاول وبعد كده نتجه لايه اللي هنقول عليه. وده ياخدني في سؤال اعتقد انه جه على ذهن احد المشاهدين دلوقتي، بيقول انه امتى ادي لطفلي يشرب شاي قهوه نسكافيه المنبهات او الحاجات اللي احنا معتادين نشربها، وما هي الكميه المناسبه بالنسبه له؟ يعني لو هعمل كوبايه شاي اعمل له في المج الكبير زيي ولا اعمل له في مج صغير ولا اديله مره واحده في اليوم ولا ما اديلوش في اول 4 5 سنين؟ تمام. هو الصح ان انا ما اكترش بنسبه المنبهات للطفل لحد 12 سنه، ده الصح. بس طبعا بقول سيكولوجيا ابنك لو بيشوفك شارب بتشرب شاي كتير انت اديله مجرد معلقتين كبار، يعني اديله ولكن بكميه صغيره. يعني انما الكوبايه الصغيره زي المج الصغير خالص ده اللي فيه معلقتين 3 معالق. يا دكتور خالد، في ناس انا بشوف اطفال عندهم 5 سنين بيجوا لي العياده وماسكين الكنز البيبسي او ومعاهم شوكولاته وهكذا، ما هي دي برضه كميه كبيره جدا. يعني هو رايح عند دكتور الاطفال اللي عايز يقول له حافظ على التغذيه وان مشاكل ابنك بسبب سوء التغذيه، فتقريبا الاب عشان يجيبه او الام راحت جابت له بيبس وجابت له شوكولاته سكته ما شاء الله، فجاي غاز الدكتور. اي فجاي ده ينرفز. ما هي كده ماشيه بالعكس. رايح عند دكتور التغذيه عشان تخس فرايح له بسندوتش. لا والله بيقول لي بكيس شيبسي عادي يعني، بس والطفل يقول لي انت مش بتقول لي ما فيش شيبسي، انا جبت شيبسي اهو. بهزار بقى. انا هقول لك حبيبي ده مش طفل، دي طفله. البنات هم اللي بيعملوا الحاجات دي. لا هو الاطفال سواء طفل او طفله الايام دي اجيال الايام دي ما شاء الله عليهم نسبة ذكاء رهيبة ما شاء الله عليهم. تماما ان هي يكون ذكاء يستغل ما يكونش يعني مش ده الموضوع يعني للصح. خلينا نروح للجزء الخاص بالتغذية. التغذية قد تكون سبب في مشاكل التبول اللا إرادي نتيجة لبعض المشروبات اللي بتعمل مضار للبول فبتؤدي إلى أنه طفل. هل في أسباب أخرى للتبول اللا إرادي الأولي؟ طبعا. احنا تالت سبب والمهم جدا، انا بقول لكم يا جماعه بعد اذنكم في موضوع التبول اللا ارادي ما تحاولوش تاخدوا خطوه جاده قوي تتوجهوا للمخ واعصاب في الاول. ليه؟ لان اصلا في اسباب طبيعيه الاول فيسيولوجيكال ممكن نقدر نسيطر عليها. من ضمنها السبب التالت ده اللي هو ايه بقى؟
ضعف عضلة المثانة مؤقتا يا دكتور خالد. الطفل ده مثلا المثانة بتاعته، العضلة بتاعت المثانة والمثانة ايه صغيرة، فبالتالي مش هيقدر ان هو يحتوي او يخلي المثانة دي تاخد كمية بول كتير، يحتبس ايه كمية بول كتير يخزن، فبالتالي مش هيعرف يخزن كتير، فبالتالي هيبدأ ايه يجي له تبول باستمرار. مجرد ما تتملي يبدأ يحصل تبول لا ارادي بسبب ضعف عضله بالزبط. المثانه. عشان كده برضك في من ضمن الكشوفات لما تيجي ام تقول ابني عنده تبول لا ارادي، لابد ان انت تكشف على الجهاز التناسلي. ليه؟ لان في اسباب كتير ممكن تكون عضويه فحص الحوض وطبيعيه. فحص الحوض بشكل عام اعتقد انه قد يساعد في تشخيص مشكله التبول لا ارادي. بالظبط كده. ده كده بالنسبه للتبول لا ارادي الاولي، الاوليه اللي من ساعه الولاده كويس. لحد سنه بقى. ابرز كام نقطه فيهم الناس لازم تاخد بالها منهم، انه وجود طفل جديد في الاسره قد يسبب وجود حاله تبول لا ارادي لدى الطفل الاكبر، انه التغذيه السيئه قد تسبب مشكله التبول لا ارادي، ضعف عضله المثانه قد تكون المؤقته قد تكون سبب في بعض الاحيان، ناهيك طبعا عن المشكلات الاسريه اللي ممكن يتعرض ليها الطفل زي التنمر في المدرسه او الضرب او الزعيق على طول بشكل مستمر. تمام. طيب الاسباب التبول لا ارادي الثانويه. تمام. وماذا نقصد باسباب لا اراديه ثانويه، تبول لا ارادي ثانوي؟ كلمه ثانويه بقى احنا يعني معناها ان الطفل ده كان تحكم في البول كويس سواء نهارا او ليلا وسيطر كويس وكل حاجه، ولكن بعد سنتين ثلاثة مثلا الطفل ده عنده 6 سنين كان كويس بدأ يسيطر، جه عند 9 سنين يا دكتور خالد مش قادر يتحكم في البول، أو فجأة كده الطفل ده عملها على نفسه بالليل. كويس. تمام. دي بتسميها ثانوي، يعني كان قادر يسيطر قبل كده وفقد السيطرة لسبب ما، يعني في شيء حدث جديد جعل بالزبط. هذا الطفل غير قادر على السيطرة. بالظبط كده. كويس. 90% من هذه الأسباب اللي هي التهاب المسالك البولية، بنحط عليها أكتر من 100 خط. التهاب المسالك البولية قد تؤدي إلى تبول لا إرادي. أيوة. كويس. تمام. برضك عشان كده الدكتور أي طبيب أما تيجي أم ابنها بيصيب بتبول لا إرادي بتركز الأولا على المسالك البولية، على التهاب المسالك البولية. كويس. قد يكون في مكروب أو صديد برضك نتيجة التغذية السيئة، ففي التهاب مسالك بولية، في صديد، الصديد ده بيترسب على عضلة المثانة فبيعمل التهابات في الصمامات، الصمام اللي بيقفل العضلة المثانة، فبالتالي بيحصل لها ارتخاء فمش عارف يسيطر في على الحمام. ف90% من الأسباب ألا وهي في التبول الثانوي التهاب المسالك البولية نتيجة وجود صديد، أملاح، أي ميكروبات أيا كان، دي بتعمل 90% من اسباب التبول الإرادي الثانوي. كويس. ندخل بقى على الجد شويه. اكيد. السبب الثاني هو لا قدر الله مرض السكر. كويس. مرض السكر الثنائي. مرض السكر. السكندري. هايبر جلايسيميا، مشكله كبيره جدا للطفل، ان دي بيبقى لها اعراض ثانيه. ايه؟ ان الطفل ده شاحب اللون، بنسميها بوليفيجيا، بوليديبسيا، بوليوريا، يعني بيعمل حمام كتير، بياكل كتير، عنده التهابات في المعدة كتير، وخاصة بياكل كتير. لا، وبياكل كتير ومش باين عليه. بياكل كتير في بعض الحاجات المسكرة. بالظبط كده. بيحب دايما يتجه للحاجات اللي فيها مسكرة، والسكريات، نشويات والسكريات، اللي بياكل بطاطس كتير، اللي بياكل سكريات كتير، عايز يستطعم حاجات فيها نسبة من السكر تكون عالية شوية. فعشان كده دي سبب ان بيكون البول ده وارد كمان يبقى فيه نسبة الاسيتون لو السكر وصل للكومبليكيشن بتاعته، فمن ضمن المضاعفات بتاعته، فبالتالي بيحصل مشكلة للتبول اللا إرادي. كويس. ده سبب تاني ومهم جدا. كويس. هل في سبب تالت؟ اه طبعا في سبب تالت. السبب التالت اللي احنا بنتجه ليه كلنا ألا وهو الضعف في مشكلة في العمود الفقري والحوض. كويس. ودي مهمة جدا جدا جدا. كويس. يعني ايه؟ الحوض اتفقنا انه مشكلة الحوض ممكن تعمل ده. تمام. طب خلينا نروح بقى للعمود الفقري. علاقة العمود الفقري بالحوض بالتبول اللا إرادي. علاقة عصبية. كويس. وعلاقة مع بعض طردية. كويس. لو في التهابات وفي مشاكل في العمود الفقري لابد ان يبقى في مشاكل في البول. ليه؟ كويس. مش انت عندك، طب ليه الطفل، ليه اي واحد عنده غيبوبة مش قادر يسيطر على الحمام؟ لان الاعصاب فيها مشكلة. تمام.
اللي بيحصل ان في حاجه اسمها عرض اسمه سباينا بيفيدا، من ضمن الاسباب اللي بتحصل للاطفال ان يحصل مشاكل في الجهاز العصبي والعمود الفقري، وده بيؤدي الى مشاكل ويأثر على المثانه وبيعمل تبول لا ارادي. برضك من ضمن الاسباب يا دكتور خالد الا وهي ضعف عضله المثانه، ولكن المره دي هتفضل دائمه لاخر العمر. ليه؟ بسبب لا قدر الله اللي هي الطفل المتلازمه داون كويس. او الطفل السيريبرال بولسي او مشاكل عنده كويس. في المخ. قبل ما نكمل الجزئيه خلينا نتصل تليفون يا استاذ سيد. اهلا بيك استاذ سيد. استاذ سيد استاذ احمد استاذ احمد اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام اتفضل. انت عايز اطلب الدكتور على اسمك. الدكتور معاك اتفضل. يا بقول لحضرتك ابني عنده 11 سنه والموضوع ده مقعد معايا يعني على طول الليل يعمل على راسه كده يعني. الصوت بس لو سمحت عشان نسمع كويس. الصوت ايوه يا فندم. استاذنك بس وطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. طيب سامع حضرتك من التليفون اهو. اتفضل. ابنك عنده 11 سنة وبيعاني من مشكلة التبول اللا إرادي، مظبوط كده؟ أيوه يا فندم. بيعاني منها بقاله قد إيه؟ ده من وهو صغير. من وهو صغير. منع فترة وبعد كده رجع برضه تاني. منع ورجع. تمام. أيوه تمام. عايزين نعرف حاجات معينة يعني أو نعمل إيه؟ جبنا له العلاج اللي هو الصغير البرشام الصغير ده برضه مش نافع. تمام. عايز تسأله على حاجة؟ ايوه. يعني انت بتقول ان ابنك ده كان منع واتحكم في البول كويس وبدأ يسيطر ورجع تاني عنده مشاكل وتبول لا ارادي. وتبول لا ارادي مش كده؟ هو تقريبا انقطع الاتصال مع استاذ احمد. خلينا ناخد اتصال تليفوني. ام يوسف اهلا بيكي. ام يوسف الو. اهلا بيكي يا ام يوسف اتفضلي. انا معايا بنت عندها 9 سنين ونص. السلام عليكم. معاكي يا ام يوسف بسمعك اتفضلي. وطي بس صوت التلفزيون او اقفليه خالص واسمعيني من التليفون يا ام يوسف. ماشي. انا معايا بنتي عندها 9 سنين ونص. ما كانتش بتعمل حمام باستمرار. جت من قيمه شهرين كل 3 دقايق قاعده تخش الحمام. كل شويه عاوزه تدخل حمام. ايوه باستمرار. وبالليل ممكن تعملها نفسها مرتين او ثلاثه. وبالليل ممكن تعمل على نفسها مرتين او ثلاثه مش كده يا ام يوسف؟ ايوه. بس هي كانت قبل كده برضو الطفله دي اللي عندها 9 سنين ونص كانت قبل كده بتسيطر على الحمام كويس؟ ام يوسف المشكله قبل كده كانت بتسيطر على الحمام كويس قبل كده مظبوط؟ ايوه. ماشي يا ام يوسف عندك اي استفسار تاني؟ ايوه. انا عندي ولد عنده مشاكل في الكلى. عاوز اعرف انا بعد مشاكل في ايه؟ في الكلى. في الكلى. عاوز تعرف ايه؟ عنده مشاكل في الكلى عنده 6 سنين. عنده 6 سنين. عملت له مرتين عمليات تفتيت. عنده حصوات على الكلى. في الكلى نفسه. في الكلى بس. وعملت له تفتيت مرتين. وبعد ما عملت له تفتيت مرتين تروح صحته في النازل. ما اعرفش الحصوات دي هترجع له تاني او مش هترجع، بس هو معنى على حاجات اللي هي البكلويات كلها. عنده 6 سنين يا ام يوسف. عنده 6 سنين. بيعاني من حصوات في الكلى وعملت له تفتيت مرتين. ايوه عنده 6 سنين. طب السؤال أيوة بس عندي. السؤال الاساسي اللي عنده 6 سنين ده كانت شكوته ايه؟ يا ام يوسف كان الشكوت هو انا عملت له مرتين تفتيت. ايوه كان بيشتكي من ايه؟ من ايه؟ عشان كده رحتي عملتي هذا الاجراء. ايوه. طيب يعني تقريبا انقطع الاتصال مع ام يوسف. خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور الله يخليك. اهلا وسهلا. انا حضرتك عندي بنت عندها 9 سنين برضك في التبول الثانوي.
يعني ما كانت بتتحكم في البول الاول، دلوقتي من اول الشتاء بتيجي بالليل كل يوم لازم تعمل حمام على نفسها. في الشتاء؟ ايوه من اول الشتاء ده اهو. يعني ده 9 سنين. طيب يعني هي معلش هي كانت قبل كده بتسيطر عادي. ايوه. طب اصل في برضك نقطة مهمة كنا نتكلم عليها، ان تعرض الطفل لنزلات البرد، في اطفال بتتعرض لنزلات البرد باستمرار فبالتالي بيحصل لهم تبول لا ارادي في فصل الشتاء وبيروح. ده حضرتك يوميا على الله. يوميا باستمرار. اي كل يوم بالليل، بس تخش حمامها بالنهار. ما جربتش يعني تعمل لها اي حاجة تدفيها وهي بالليل، تعمل اي حاجة من دي؟ والله بندفعها يا دكتور. فانا بقول لحضرتك يعني ايه اللي اعمله؟ حاضر عينيا حاضر. انت عاوز تعرف ايه الاجراءات اللي هنعملها؟ ايوه اصل بص هي ناشفه خالص كده هو وما فيهاش حاجه خالص يعني، وهي عندها في ثالثه ابتدائي ومش عارف يعني الانيميا حلوه. تمام تمام. طب عملت تحليل بول قبل كده يا استاذ محمد؟ لا. طب تمام. بص يا استاذ محمد طيب اي سؤال تاني؟ عندك استفسار تاني يا استاذ محمد ولا لا؟ لا خلاص يا باشا. شاكر جدا ليك، اسمعنا من التلفزيون الدكتور احمد هيجاوبك. اتصال تليفوني استاذ ابراهيم، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك اتفضل. اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك اتفضل. يا استاذ ابراهيم اتفضل. ازيك يا دكتور عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله والله تمام. بص يا دكتور انا كان عندي 3 اولاد 17 و 14 و9، كان عندهم تاريخ في موضوع التبول الارادي ده. تمام؟ مشيت مع بريش من 10 سنين او اكتر زي كده، عملت تحاليل كانت كويسه الحمد لله، وفضلت امشي مع دكتوره هناك تقول لي على برنامج اعمله، ففضل الموضوع برضو ايه معاهم لحد ما بنتي وصلت لسن ال 17 سنه، وابتدت من سنه كده ابتدت الموضوع ده ما شاء الله ابتدت معاها. بدات تسيطر. وابتدى بقى عندي الولد 14 سنة والبنت 9 سنين، ده لسه الموضوع متوارث معاهم موضوع التبول الإرادي ده. فمش عارف أعمل إيه صراحة، أنا سايب الموضوع ومش عارف أتحرك إزاي. أنا قلت يمكن هيجي المرحلة زي ما أختهم الكبيرة مثلا كده ومنعت الموضوع ده لسن معين. تمام. يعني انت فانت حضرتك مش عارف تتحرك ازاي، ولا هل هيبقى نفس اختهم الكبيره السيناريو يعني تقدر تسيطر، نفس السيناريو تقدر تسيطر بعد ما تكبر ولا لا؟ تمام يا فندم. تمام يا دكتور. وصل استفسارك استاذ ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ ام رقي اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي. ماشي حضرتك، انا كان معايا طفله عندها 7 سنين، هي ما فصلتش خالص يعني من وهي صغيره، وهي بتعمل تبول لا ارادي بالليل بس. تمام. بس بالنهار تمام وبتخش الحمام عادي ومفيش حاجه. بس عملت لها تحليل بول كذا مره وطلعت نسبه الصديد عاليه. عاليه قد ايه؟ بديها علاج مضاد حيوي وما بيجيبش معاها نتيجه. نسبه الصديد كام؟ المثانه ايه؟ نسبه الصديد كام يا ام رقي؟ كانت حوالي 18 اخر مره. 18 مش عاليه قوي. وما هي قبلها كانت 12. تمام. بس هي على طول بالليل ده في الشتاء. تمام. وما قطعتش خالص من صغرها. تمام. انت كنت بتقولي من ضمن الكلام انت عملت اشعه على المثانة. ايوه عملنا اشعه على المثانة. ايه الاخبار؟ وكويس، ما قال لي الدكتور ما فيهاش اي حاجه. ده حلو جدا، انت كده تمام. بس معاها المشكله مستديمه، وخدت معاها كذا علاج وما جابش معايا نتيجه. تمام. بس كنت عايزه بصراحه حل، لان طبعا هي دلوقتي 7 سنين كبيره وكده تمام. ماشي يا ام رقيه، وصل استفسارك والدكتور احمد هيجاوبك. شكرا جزيلا لاتصالك يا ام رقيه، تابعينا من خلال شاشه التلفزيون. طيب بالترتيب كده اتصالات عشان ناخدها واحده واحده. ايوه بالترتيب كده، نبدا من الاستاذ احمد 11 سنه والموضوع ده مطول. الاستاذ احمد اللي غالبا بالنسبه للاستاذ احمد، انا الاستاذ احمد وام يوسف والاستاذ محمد اللي هو عنده التبول السنوي. كويس.
في بالنسبه لاسبابهم غالبا يعملوا تحليل بول ويشوفوا نسبه الصديد اللي احنا لسه هنتكلم دلوقتي ازاي نشخص الموضوع. كويس، طب خلينا ناخد الاتصال ده وبعدين نكمل ونكمل. استاذه امنيه اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ لو سمحت كنت عاوز اسال بس استفسر، بنتي بقى عندها 5 سنين. تمام. ودايما يعني في النهار عادي الحمام، بتخش الحمام وكده، بس لما بتيجي بالليل انتهى الحمام بتعمل حمامها على نفسها، بس ساعات يعني بمنعها انها تشرب ميه كتير بالليل فما بتعملش حمام. بتعمل ايه؟ لما بتمنعها عن شرب يعني ميه بالليل ما بتعملش حمام. ميه كتير بالليل او اي مشروبات كتير بالليل ما بتعملش حمام على نفسها. ده كويس جدا. طب ما ده كويس. بس لما بخلي بتشرب بقى ميه وكده فبتعمل حمام على نفسها. الا اذا لو انا مرتاحه بالليل اللي هي تقوم الحمام او كده، ف بمنع انا اشرب الميه بالليل، هل ده خطر على الكلى ولا ده ايه؟ يعني هي بتكون عطشانه وانت بتمنعيها من شرب الميه عشان خاطر ما يحصلش مشكلة التبول اللا إرادي؟ طيب، وواضح تقريبا ان هي بتكون عطشانة وعايزة تشرب مية فتقول لها ما تشربيش. ده مشكلة على الكلى ولا ايه؟ ده مشكلة طبعا اكيد. لا لا بس ده بالليل، ما احنا بنشربها بالنهار. كويس، طب خلينا ناخد ترتيب كده الاتصالات عشان عندنا اكتر من اتصال وناخد. هو اغلب كل الاتصالات الناس بجد، انا بقول لك الموضوع مهم جدا. استاذ احمد 11 سنة مطول معاها وميزه 9 سنين ونص، وعندها استاذ محمد 9 سنين تبول ثانوي. انا بقول لهم يا جماعه بص، الفحوصات قبل ما نكمل الفحوصات، ان في غالبا حاجات طبيعيه ممكن تحصل. اول حاجه الطفل ممكن يتعرض لنزله برد ما تدفاش كويس بمعنى الكلمه ويحصل له تبول لا ارادي. تمام. تاني حاجه برضو كان عاوز اقولها مهمه جدا، الناس ما بتاخدش بالها منها، وابحاث بتقول لك ان دي ممكن تكون عوامل جينيه يا دكتور خالد ووراثيه. محدش مصدق. هل في التبول الارادي عوامل جيني او وراثي؟ بنسبه 40%. يعني ايه؟ يعني معلش الاب والام لو هم كان عندهم تبول لا ارادي وهم صغيرين، وارد بنسبه 40% اطفالهم يجي لهم تبول لا ارادي. ودي نقطه مهمه على فكره. لو حد بقى من الاسره، يعني من يعني من افراد الدرجه الثانيه، من افراد الدرجه الثانيه، انا بتكلم على الاب والام الدرجه الاولى. يعني لو الاب كويس يبقى غالبا المدام كان عندها تبول لا ارادي. بالظبط، او العكس. فهو يعني طيب. ايه تمام. برضو كان بقول حاجة مهمة جدا، ان اي تعب مؤقت للطفل سواء مش نازل برد، التهاب في اللوز او غيره او اي التهابات، وارد ان الطفل ده ما يقدرش يسيطر على نفسه في الوقت ده لان لسه الاعصاب ضعيفة هينة، هو برضو حاجات لا ارادية، فاي تعب وارد ان يحصل له تبول لا ارادي. برضو في موضوع مهم جدا، اللحمية، ودي مهمة جدا. اللحمية دي ممكن تعمل تبول لا إرادي. يعني صعوبة شديدة في التنفس، تقول لك ابني عنده اللحمية، عرفت ازاي؟ بيشخر كتير بالليل، مش قادر ياخد نفسه من بقه. جيت عملت أشعة على اللحمية، لقيت ان هي مقاسها كبير جدا، دي ممكن تعمل تبول لا إرادي نتيجة ضغط على العصب. تمام. إجابة السؤال بقى لكل السادة المشاهدين، وأقول لك موضوع مهم بالنسبة لهم وهم حقهم، بحيث اللي بيعمل ارتباك يا دكتور نروح بسرعة لدكتور مخ أعصاب يتحكم في المثانة ولا نصبر شوية؟ لو ابنك كان بيتحكم وثانوي كان بيتحكم في الحمام ورجع تاني مش قادر يسيطر، بنسبة 90% اعمل تحليل بول ومزرعة بول. تحليل بول ومزرعة بول. ومزرعة بول. ده أساسي. دي الخلاصة. كويس. طب امتى مزرعه بول؟ انت بتعملي تحليل بول، وارد هتلاقي نسبه صديد لهذا الطفل. كويس. هي قالت في صديد كان 12 وبعدين 18. لا بتقول ده ام رقيه. لا استاذه امنيه قالت كلمه حلوه، قالت نسبه الصديد ام رقيه قالت ان نسبه الصديد عاليه واديت مضاد حيوي وما عملش حاجه. كويس. انت بتعملي مزرعه بول لو نسبه الصديد معديه ال 50 او كميه كبيره، بحيث مزرعه البول مهمه جدا في الوضع ده على فكره. ان كنا ان احنا نتغاضى عنها في اي مرض تاني، لا ده ديت هي اساس التشخيص. كويس. ليه؟ لو في نسبه صديد يا دكتور خالد، قبل ما نكمل نسبه الصديد اللي ممكن تكون موجوده في البول وقد تسبب مشكله التبول الارادي، خلينا ناخد تليفون يا استاذه ساره. اهلا بيكي. اهلا بيكي اتفضلي. دكتور انا برجع من الحمام بلاقي في نقط في شطه تحت، يعني اللي تلاقي في ايه؟ كل ما اعمل بيبي. سني كام سنه؟ انت عندك كام سنه يا استاذه ساره؟ 27. كام؟ 27. طب السؤال ليكي ولا لبنتك؟ السؤال ايه؟ السؤال
عندي التهابات للدحر. حضرتك؟ طيب ماشي حضرتك، انت عاوزه دكتور، انا متخصص دكتور اطفال، انت انا انت بتتكلمي على بنتك ولا انت على نفسها؟ انا انا طيب حضرتك ممكن توجهي يعني للدكتور المختص بقى دكتور حضرتك. اه دكتور احمد هو طبيب اطفال. استاذ سيد اهلا بيك. استاذ سيد. ايوه باشا اتفضل. اهلا بيك اتفضل. الله يخليك يا دكتور الله يسلمك. عندنا طفل لما يتبول عنده 12 سنه من غير ارادته، عنده كيس دهن هو في ظهره. تمام. عنده ايه في ظهره؟ يعني. اه. عنده ايه في ظهره؟ كيس دهن في ظهره. كيس دهني. اه مظبوط. كيس دهني دي معلومه، دي حاجه مهمه جدا. هو قالها. كويس. طيب هو عنده التبول الارادي ده من زمان ولا لسه جديد؟ لا من زمان يا دكتور، من والدته هو. من والدته؟ من اول ما اتولد يعني. من والدته يعني. من يعني. ساعه ما اتولد يعني. اه تمام. وحضرتك منين يا استاذ سيد؟ من اسيوط يا اخويا. احلى ناس والله. اهلا. الله يبارك لك يا دكتور. تسلم لي. يعني من ساعه ولادته لحد الان مش قادر. عمره 9 ايام هو مش قادر. طيب انا عايز اسالك سؤال يا استاذ سيد بعد اذنك. اتفضل يا باشا. انت قلت ان انا لقيت او في كلكيعه في ظهره، جميل؟ طيب انت اتحركت عملت حاجه؟ عملت اجراء اللي اخدته عشان تعالج مشكله الكيس الدهني ده؟ عملنا له عمليه في الظهر بل بيحصل له شلل وسطي. عملت عمليه عملنا ايه؟ عملنا له كونديشن، يقول لك كونديشن على الدكاتره هم. كونديشن. على 15 يوم مولود. عملنا لك كيس الدهن قالوا ده هيحصل لك شلل. مين اللي قال لك ان هي كيس دهني؟ ما هو الدكتور بتاع المخ والاعصاب هو اللي شاف. تمام. طيب ماشي، بص انت سمعتني ان في، بقول لحضرتك من ساعه ما اتولد يعني حاجه اسمها تبول لا ارادي، اول يعني من اول ما اتولد دي. من اول ما اتولد. من اول ما اتولد. بول بول وساقه يعني. نعم. غير ارادي. نقول لك كده وكده يعني تبول على نفسه كده وكده. كان عند حضرتك اولاد قبل كده عندهم المشكله دي؟ لا لا لا. مفيش. هو نازل زي معوق هو. طيب ما هو لازم تقول لي كل المعلومات. نازل معوق. هو نازل معوق رجليه ملفوتين على بعض. طيب. عملنا له كيس الدهن ده في ظهره. بص يا استاذ سيد، يعرض لدكتور مخ واعصاب يتعمل له فحص شامل. خلي ركز معايا يا استاذ سيد، لان واضح ان انت يعني محطوط في دوامه كبيره ومش عارف تطلع منها ازاي، في دايره كده مغلقه. والله. طيب بص يا استاذ سيد، يعرض عند طبيب مختص مخ واعصاب بيعمل فحص شامل لهذا الطفل، لانه واضح ان عنده مشاكل اعصاب نتيجه الافعال المنعكسه، عنده فيها مشكله، بحيث ان يعمل له اشعه على ويعمل حاجه على العمود الفقري وحاجه يعني اشعه عامه يعني. يعني وديه لدكتور مخ واعصاب يعمل له اشعه كامله على العمود الفقري وعلى المثانه. تمام. وسيادتك هو عامل على مخه الصمامه اهو. مش ماشي. تمام. انا بتكلم تمام. على تمام يا استاذ، وصل استفسارك وممكن على العمود الفقري. تمام. ممكن حضرتك تكمل يعني باقي استفسارك عشان نظرا لضيق وقت الحلقه مع الدكتور احمد على الارقام الظاهره اسفل هذه الشاشه، وان شاء الله يجاوبك على كل التفاصيل. استاذ محمود اهلا بيك. استاذ محمود اتفضل. الو. اهلا بيك اتفضل يا استاذ محمود. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. الله يكرمك اتفضل. الله بالنسبة معايا ولدي انا كان عنده 4 سنين وكان يجي الشتاء كده كان يجي يسير كتير كده بالليل. بيعمل تبول ارادي كده. في الشتاء؟ في الشتاء كده. في الشتاء بيعمل تبول كام سنة؟ 4 سنين؟ 4 سنين وفي الشتاء بيعمل تبول لا ارادي. وفي الصيف يعني انت قصدك ان هو في الشتاء بس؟ الشتاء بس جه الصيف كده اليومين دول كده يعني ممكن احنا نشفقه مره في اليوم في الليل كده وخلاص. طيب بص يا استاذ محمود، في اي سؤال تاني؟ بالنسبه للسؤال بتاعك ده اجابه برضك لبعض اسئله الساده المشاهدين قبل كده. انتوا في الوقت ده الطفل ده اللي هو قدر يقدر يتحكم بطريقه ان انت بتعمل تمارين على المثانه. كويس. كل الشكر ليك يا استاذ محمود. وهنجاوب على باقي الاسئله اللي كنا بنتكلم عنها. هو ابنه عنده 4 سنين تبول لا ارادي في الشتاء، هيعمل تدريبات لتقويه عضله. هنقولها دلوقتي. كويس. تدريبات لتقويه عضله المثانه. يعمل ايه بالظبط؟ كويس. تمام. نرجع مره، احنا كنا بنتكلم عن مزرعه البول. كويس. كنا بنتكلم عن مزرعه البول وانه لازم نعمل مزرعه بول مع تحليل البول. تمام. كويس. انا بقول برضك انا عايز اجيب لهم الخلاصه بصراحه.
احنا نعمل فحوصات كامله. لو ابنك ده انت قلت ان مش قادر يسيطر يعمل حمام من ساعه ما اتولد لحد الان، سنه قد ايه؟ ست الكل، ست سنين اسبوعي، سبع سنين، ما قدرش يسيطر، لا ابدا اتحركي، شوفي ولد شوف النظام الغذائي بتاعه ازاي. هل ليه اخواته كان قبل كده في مشكله ولا لا؟ انتوا كان عندكم مشكله ولا لا؟ دي الحاجات برضو كعرضيه على دكتور يشوف المسالك البوليه وعضله المثانه، ممكن تكون لسه المثانه ضعيفه فبالتالي ممكن تكون حاجه عاديه. ولكن لو انت ابنك كان بدا يسيطر ولكن رجع تاني، دي برضو بتشوفي اهم حاجه اللي احنا قلنا عليها تحليل الفحوصات المطلوبه، صوره دم كامله، وبنشوف نسبه الانيميا ممكن تعمل ضعف او انيميا نقص الحديد. تاني حاجه والمهمه هي تحليل بول ومزرعه بول، بحيث ان لو في مشكله صديد ودي وارد، او نسبه املاح نتيجه ان هو بياكل حاجات مملحه كتير، شيبسيات، الحاجات ديت الطفل مش قادر يسيطر، لان الاملاح والكلام ده بتكون عضله المثانه بتاعه الطفل ديت لسه مش متحكمه عصبيا، فبالتالي وارد انه يعمل على نفسه. اللي بيقول لي ان هو بيعمل على نفسه مؤقتا ويرجع تاني، ده مؤشر حلو، معناه ان هو يقدر يسيطر. يقدر يسيطر. اذا بشويه حاجات هنقولها دلوقتي في الفقره اللي بعد كده، اللي هي ازاي نعالج الحاله دي بالظبط وبنقط مهمه وبخطوات متتاليه هنقول لهم. طيب انا بقول لهم اعملوا تحليل بولو براز، بحيث لو في نسبه صديد عاليه شوفوا. البراز له علاقه ايضا؟ البراز برضك نقطة الإمساك المزمن مهمة جدا. كويس، في نقطة مهمة الإمساك المزمن، إن لو ابنك عنده إمساك مزمن مطول برضك معلش هيقتل، فيضغط على عضلات البطن فممكن يضغط على المثانة فبيعمل تبول لا إرادي، طبعا مهم جدا. كويس، يبقى البول والبراز، البول عشان لو في إمساك مستمر قد يكون سبب من الأسباب أو عسر التي قد تؤثر على عملية التحكم في البول وفي القناه البوليه وبالتالي يؤثر على التبول لا إرادي. كذلك البول عشان لو في تحليل البول عشان لو في صديد او في اي مشكلات في تحليل البول نعالجها عشان نقلل من هذه المشكله. بالظبط. برضه احنا ليه بنعمل مزرعه؟ لو نسبه الصديد في البول عاليه يا جماعه يفضل مزرعه، لان الاستاذه رقيه ام رقيه بتقول انا عملت مزرعه واديت مضاد حيوي وما عملش حاجه، لان المزرعه انا عملت تحليل بول، لان المزرعه مهمه جدا يا دكتور خالد، بتحدد نوع الانتيبيوتيك المهم جدا الصح لهذا الميكروب. يا معايا؟ يعني مش اي مضاد وخلاص، مش اي مضاد حيوي وهباء كده، لا لازم ان هي بتحدد وعي الناس في فكره المضاد الحيوي انه كله مضاد حيوي، لا ولكن كل مضاد حيوي في اكتيف انجريدينت او ماده فعاله لها علاقه بنوع المشكله نوع الميكروبات، في بوزيتيف في نيجاتيف في كذا، فاعملي مزرعه بول بحيث يا استاذه امنيه شوفي الصديد ده سببه المضاد الحيوي المناسب للصديد ده هو ايه بالظبط. تمام. اغلب الاجابه للاسئله للساده المشاهدين ان انتوا تعملوا بول وبراز، لان ممكن يكون في نسبه صديد مهمه جدا. كويس. وشوف الوضع. كويس. نادرا جدا ان يبقى في سكر، فبيعملوا تحليل ازاي؟ لو حصل اعراض تانية زي ما قلنا عليها، ان الطفل ده شكله بقى تاني يا دكتور، بياكل كتير وبيبانش عليه، بيعمل حمام مش قادر يسيطر على نفسه، وزنه بيقل، لا ابداي برضك والحمام الصبح وبالليل، ساعات بيعمل تنقيط يعني بيروح الحمام وينقط نقطتين ويخرج وبس كده. كويس. وهكذا. فطبعا احنا لو هو بيعمل حمام والوضع ده اعمله تحليل سكر صيام وفاطر، لو في مشكله في السكر هنبدا نسيطر عليه. كويس. دي كده الفحوصات المطلوبه. ناخد تقريبا اخر اتصال في الحلقه عشان نعرف ايه التدريبات، باقي اربع دقائق والوقت ينتهي، عشان ناخد التدريبات اللي ممكن نعملها عشان نقوي عضله الحوض وبالتالي نقلل مشكله التبول الارضي. استاذ اسلام اهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اهلا بيك اتفضل. طبعا اول حاجه بشكر قناه صحه والجمال على البرامج الجميله الهادفه، والمحتوى بتاعكم جميل، ومرحبا بعوده قناه الصحه والجمال المتالقه دائما في عالم الاعلام يا فندم. شكرا ليك، كل الشكر ليك ومتابعين شاشه قناه صحه وجمال في كل مكان. لو سمحت يا فندم، انا عندي بنتي صغيره عندها 5 سنوات. اوكي تمام. وعندها تبول لا ارادي، وهي ما بتشتكيش من اي تعب يعني ولا اي حاجه. واخد بال حضرتك يا فندم؟ من اول ما اتولدت عندها مشكله التبول لا ارادي. تمام فندم. كويس تمام. طيب طبعا عشان ما اطولش عليك في الحلقه، عشان تشوف وقت عشان تقعد تجرب ينتهي، تحياتي لكل القائمين على قناه صحه والجمال، على راسهم رئيس القناه، كل سنه وانتم طيبين، لا فاقد ولا مفقودين، رمضان كريم عليكم اجمعين. شكرا ليك يا استاذ اسلام. شكرا يا استاذ اسلام. 5 سنوات. 5 سنين ما تقلقش من زمان. ما تقلقش يا استاذ اسلام، 5 سنين دي هنصبر سنه او سنتين لا، وهنعمل لها العلاج اللي انا هقوله دلوقتي، يعني اصبر عليها عامه.
احنا قلنا برضك بنعمل اشعه تلفزيونيه على البطن وعلى الحوض، دول مهمين جدا عشان لو في مشاكل في الكلى نبدا نسيطر عليها. بنعمل بقى دي المهمه جدا لو الامور بقى صعبه. ازاي يا دكتور خالد؟ لا يا دكتور مفيش صديد، الامور تمام، مفيش اي حاجه، نيجاتيف 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 نيجاتيف. تخصص مخ والاعصاب بقى في الوقت ده كويس. وانا قلت ايه التخصص مهم ليه؟ هيبدا يعمل اشعه ديناميكيه، دايناميك ستيت، هيعمل اشعه ديناميكيه على المثانه ويبدا يشوف هل في مشكله في المثانه، ويبدا دكتور مخ واعصاب يدي الحاجات اللي تمسك تعمل كونتراكشن للعضله وتمسك وتبدا تسيطر على الحمام ده. ده تخصص المخ واعصاب. طيب انت قلت يا دكتور التبول لا ارادي 90% فيسيولوجيكال، يعني طبيعي نقدر نسيطر عليه. ازاي؟ اول حاجه، اول نقطه، المشاكل الاجتماعيه يا جماعه، يفضل المشاكل الاجتماعيه نقدر نحاول نحتوي هذا الطفل، سواء مشكله في البيت برضك، لو معاه في بيبي صغير لا نعرفه ان هو معانا برضك وان احنا معاه وبنحبه. نشوف مشاكله في المدرسه، يا ترى بيتعامل مع الاطفال التانيه ازاي، دي مهمه جدا. تاني حاجه، ليس الضرب، وانا بركز عليها، ليس الضرب يا جماعه هو العامل الاساسي للامتناع، مش هو العلاج. الضرب قد يساهم في زياده المشكله وليس في علاج. في ناس بتفتكر ان الضرب، لا، ليس الضرب هو الاساس لعلاج هذا التبول الارادي، لا طبعا. كويس. تمام. برضو انا بعمل عمليه تحفيزات اللي بقولها دلوقتي. اول حاجه في بالنهار، ودي مهمه جدا، تحاول لما يجي يروح الحمام قول له استنى شويه، ما تودوش في وقت ان هو ما يطلب الحمام. تمام. قعده حوالي ربع ساعه نص ساعه وشجعه والهيه. انت بتعمل تمارين كده دلوقتي فيسيولوجيه على عضله المثانه، تبدا عضله المثانه تتعود ان هي ممكن تستحمل. مش مشكله احتباس البول يا دكتور احمد قد تكون في بعض الاحيان تسبب مشاكل تسمم، ولكن لمده طويله. انا ما قلتش ساعتين ثلاثه. ما احنا عايزين بقى نحددها شويه. لا انا ما قلتش ساعتين ثلاثه. هو مثلا دلوقتي السي الساعه 5 وعاوز يعمل حمام، خليه استنى 5 دقائق، خليه استنى بس تدريجياً ربع ساعه لغايه 5 ونص، ما فيش مشكله. ده انا بقوي عضله المثانه، لسه عضله المثانه ضعيفه، بقول لعضله المثانه اصبري شويه، اتحكمي، اتعودي ان انت تستحملي شويه. طيب. نفرض ان انت في مكان مناسب او في حفله، اتحكمي شويه في نفسك. صح كده؟ كويس. الدلع كده لو اي واحد كبير فينا وفي حفله ومزنوق، معلش، هيقدر يسيطر على نفسه لان محطوط في الوقت ده في شده. كويس. ومحطوط في موقف محرج، فعضلة المثانه قويه، فقادر على ان هو يسيطر عليه. مشكله التبول دي أو اول تمرين. حاول ان انت بالنهار تخليه يتحكم شويه. كويس. برضو تاني حاجه، ممنوع شرب السوائل بجميع انواعها، السوائل قبل النوم بثلاث ساعات. بثلاث ساعات وخاصه ساعات. للطفل الذي يعاني من مشكله التبول لا ارادي، هو اي طفل ممنوع السوائل قبل ثلاث ساعات، ويفضل هذا الطفل برضو. كويس. ممنوع الاكل برضو قبل النوم بثلاث ساعات، اي اكل برضك. تمام. برضك انت شجع الطفل ده ان اثناء منتصف الليل قبل ما يروح، قبل ما ينام، قول له لا تعالى امسكه من قفاه كده وقول له لا روح الحمام. ووسط منتصف يعني الليل بالراحه كده ويطبطب عليه، يعني ملاش قفاه. يعني حد هيقوم يمسكه من قفاه دلوقتي؟ لا. بالراحه كده واحده واحده ويدخل الحمام. ويدخل الحمام. كويس. ومنتصف الليل يعني في نص الليل كده برضك عوده انه يروح الحمام. دي اسمها مسألة تعود. تمام. برضك شجعه ازاي؟ ان خليه يعمل جدول كده اسبوعي، كل ما تسيطر النهاردة مثلا السبت والحد والاثنين والتلات عرفت تسيطر عليهم، قعدت الاربع ما قدرتش، مش مشكلة. السيطرة بالمكافأة يعني. بالظبط، وكافأة. يا بابا انا عملت ست ايام كويس، ويوم بس اللي ما قدرتش، مش مشكلة يا حبيبي. ده اسمه التشجيع المستمر، ده عليه عامل اساسي. برضك في حاجه طبيعيه بيعملوها جنتله حلوه قوي، العسل، بيخليه ياخد عسل قبل ما ينام بساعتين ثلاثه. العسل ده بيعمل على امتصاص الميه في الجسم، ويمنع التبول الارادي، بيعمل يعني بيتحكم في الجهاز العصبي شويه. كويس. بيعملوا زيت زيتون على اسفل البطن كده، يدفي اسفل البطن شويه. لو في اي سبب، الخلاصه، اي سبب تاني، قلنا في صديد، عالج الصديد. في اي مشكله تانية عالجها، مشكله عصبيه لدكتور المخ والاعصاب. كويس. دكتور احمد، يعني كالعاده تنتهي وقت حلقتنا، ولا تنتهي اتصالات واستفسارات واسئله ومتابعه مشاهدينا الكرام في كل مكان. دكتور احمد، انا بشكرك كل الشكر والتقدير ليك على كل هذه المعلومات القيمه في هذا الموضوع، لا اعتقد انه يهم الكثير، وده ظهر من خلال متابعه الكثيرون والكثيرون لموضوع الحلقه ولهذا البرنامج. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ان شاء الله باذن الله نلتقي بكم في برنامجكم المحبب الى قلوبكم دائما وابدا، برنامج حبيب العيال. ولكن ان شاء الله باذن الله نتوقف فتره شهر رمضان
ونعود بالأنفاس مرة أخرى لما بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى، إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى. لكم منا كل التحية والتقدير والاحترام والحب، سنفتقدكم كثيرا. بشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.